أمير الجماعة يا باشا. سبق اعتقاله لمدة 6 شهور، كان عضو في جماعة شهداء الحق وانشق على أميرها وكون له جماعة جديدة. قالوا إيه في التحقيق؟ زي ما يكونوا كانوا عارفين إن إحنا هنوصل لهم. التفتيش ما أصفرش عن أي حاجة. خلاص ابعتهم الاسم يحققوا معاهم في قضية ضرب جوز الست ده اللي اسمه فكري. فكري أنكر كل كلامه وقال إنه مش متأكد مين اللي ضربه أو جلده بالظبط، لأنه كان سكران وكانت عينيه مدغششة. بس حاولوا تاخدوا منهم شوية معلومات، وبعدين بلاش عنف معاهم، لأنهم بعد مدة من حبسهم الاحتياطي هيسيبوه. إيه الموضوع يا فندم؟ السياسة بتلعب يا ممدوح، وإحنا بنلعب معاهم. السياسة بتحاول تستغل التيار الديني اليومين دول لمصلحتها. لعبة قديمة، قديمة قوي، من أيام الألم السياسي. عاوز تقضي على الشيوعيين سلط عليهم الإخوان، عايز تقضي على الإخوان سلط عليهم الشيوعيين، عايز تخلص من اليمين سلط عليه اليسار، عايز تخلص من اليسار سلط عليه اليمين. شفت يا ممدوح؟ شفت السياسة؟ السياسة بتحاول تسلط الديوك كلها على بعضيها، وهي بتكره كل الديوك. يعني اللعبة معروفة؟ أيوة اللعبة معروفة بس قديمة، لكن الزمن جديد والملعب كمان جديد وطريقة اللعب جديدة. تعرف أنا اللي خايف منه إن ينزل الملعب نسر، نسر لابس ريش ديك، وبعد ما يقضي على خصمه يقضي على صاحبه اللي نزله الملعب. صباح الخير يا استاذ فكري. اهلا استاذ كامل، اتفضل. اشكرك. لا مؤاخذه، مش قادر اتحرك عشان اسلم عليك. انا مريت على الدكاتره قبل ما اجيلك واطمنت منهم، الحمد لله ما فيش كسور ولا اي حاجه خطيره يعني. ايوه ما فيش كسور، لكن في تسلخات. ربنا ما يوريك يعني ايه تسلخات استاذ كامل. استاذ فكري، انا جاي اتكلم معاك راجل لراجل. شوف استاذ كامل، انا عارف انك ما بتحبنيش، وانا كمان ما بحبكش، لكن فضلك اللي عملته فيا ده عمري ما هنساهولك ابدا. الحب الضايع بيننا ده يا استاذ فكري سببه اختلاف وجهات النظر في الحياه وفي سلوك الناس مش اكتر. اعتقد ان حضرتك جاي عشان تطلب مني اسحب اتهاماتي الامينه. لا، انا جاي اطلب منك تطلقها اولا وتسحب اتهاماتك لها ثانيا. ده لو الارض اتشقت وطلع لي منها بارد، المارد ده قال لي طلق، برضه مش هطلق. الارض من شقت بالفعل وطلع منها المارد، وحصلت مقابله بينك وبينه، والتسلخات اللي انت بتشتكي منها دي نتيجه اول مقابله، ودي كمان مواجهه خفيفه يعني. استاذ كامل، انت بتسمي العيال المهاويس دول المارد؟ ايوه يا استاذ فكري، وانت وامثالك اللي فتحوا الام للمارد ده. يا استاذ فكري، انتشار الظلم وبجاحته أول سبب للتطرف، ضياع الحقوق وعجز القانون عن إقامة العدالة برضه سبب مهم، فرعنة وبجاحة اللصوص من كل صنف ومن كل لون برضه سبب مهم جدا. يا أستاذ فكري، تجميل الباطل وإدارة القيم الإنسانية والأخلاقية ممكن يشعلله نار محدش يقدر يطفيها. بتدافع عن العيال دول ولا ايه يا استاذ كامل؟ لا ابدا، ده مش دفاع عنهم قد ما هو ادانه ليك. يا استاذ فكري، انت يظهر عشت طول عمرك من غير ما تستجيب ابدا للحق والعدل، ابدا. تقدر تنكر انك ظالم امينه؟ طبعا لا، انت ظالمها، وقبل امينه ظلمت غيرها وغيرها وغيرها. يا استاذ فكري،
كان طبيعي بعد ده كله ان ظلمك في يوم من الايام يقابل ظلم اكبر منه. العدل شرع الله ولازم نستجيب له بكل حريتنا وباختيارنا. اذا ده ما حصلش يضيع مننا العدل والظلم ياخد مكانه ويلبس هدومه ويصدر احكامه وينفذها زي ما شفت كده. دلوقتي بقى هسيبك تفكر. استاذ كامل. ايوه استاذ كامل. أمينة طالق. مبروك يا أمينة، ألف مبروك. خلاص بقيت حر. صحيح هي ده مصر. استغفر الله، ايه 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 دي اللي تبوسيها؟ على فكرة أنا عندي كلام كتير عاوز أقوله لك أنت وأختك. قول كل اللي أنت عاوزه يا أستاذ كامل. من حقك تعمل أي حاجة فينا، من حقك كمان تضربنا بالجزمة. إيه الكلام الفارغ ده يا فوزية؟ جزمة إيه وبتاع إيه؟ تعرف يا فوزية أنت لازم تشتغلي ندابة. مالكم يا جماعة؟ مالكم في إيه؟ ده أنتم متربيين أحسن تربية ومعاكم أعلى شهادات. اتحركوا شوية، اخرجوا للحياة، انطلقوا. هنعمل إيه يا أستاذ كامل؟ إذا كان بختنا كده. أمينة، مفيش حاجة اسمها بخت، في تصرفات وبس. إحنا عمرنا ما غلطنا أبداً يا أستاذ كامل، وحضرتك شاهد على كده؟ لا بقى، بس كان على الغلط، الغلط من فوقيكم وتحتيكم. كفاية قوي إنكم فرضين على نفسكم الذل والهوان والانكسار لدرجة إنكم بقيتم ضحية لأي إنسان طماع وما عندوش ضمير. إحنا عايشين في زمن صعب، صعب جداً، ولسه الزمن اللي جاي أصعب وأصعب كمان. لازم يكون معاكم سلاح، لازم يكون في أنياب وأظافر عشان تدافعوا عن نفسكم. إحنا حريم يا أستاذ كامل، إحنا ولاية. الدابة يا فوزية، ندابة. الحمد لله يا رب. ثم الشعور ده جواكم حتى إنكم تخسروا على طول. على كل حال دي حياتكم، أنتوا أحرار فيها. أمينة، فكرة هيطلع من المستشفى هيجي يا دوب ياخد هدومه ويمشي على طول عشان يعمل اجراءات الطلاق الرسميه، انما من حيث الطلاق كطلاق تم وانتهى الامر. ها سلام. يا سلام، زي ما يكون حي كابوس وحنزاح من على دماغي عشان بقى فوق لشغل جديد. شغل جديد؟ انا ما قلتلكيش ان انا هشتغل في بنك كبير وباذن الله هعتلي منصب كويس وان شاء الله هاخد مرتب كبير. اين اميركم؟ انا. بارك الله فيك وفي جماعتك. هل لي أن أتحدث معك في أمر من أمور الإسلام؟ أولا من أنت؟ أنا أخوك في المحنة كما ترى، وأخوك في الإسلام كما ستعرف وتتأكد. هات ما عندك. على انفراد. حسنا، بالإذن يا إخوان، بالإذن. تفضل يا أخي. علمنا أن القضية التي أعدت لكم قضية واهية، والبراءة مؤكدة بإذن الله. هذا فضل من الله ونعمة. في قاعة المحكمة ستجدون ثلاثة من المحامين المتطوعين للدفاع عنكم. لا ترفضوهم ولا تعترضوهم، فهم إخوة لكم في الدين وفي الرسالة. لماذا تنظر إلي هكذا يا ولدي؟ أنا من قدام المجاهدين في سبيل الإسلام وتبليغ الرسالة. طوال عمري أتحمل العذاب والضرب بالسياط، وما أكاد أخرج من السجن حتى أعود إليه مرة أخرى. أنا يا ولدي من الذين وهبوا حياتهم للدعوة والجهاد. أملنا فيكم، وبإذن الله تحققوا
ما عجزنا نحن عنه. هل تعاهدني؟ لك عهدي. لا، أنا لا يمكن أديهم شرعية، لا أنا ولا غيري أبدا. أولا لأن الإصلاح مش ممكن يتم بالطريقة دي، وثانيا لأن الإصلاح ما هوش مهمة إنسان معين أو جماعة، لا ده مهمة أولي الأمر بس. طب افرض إن أولي الأمر دول ما هماش قد المسؤولية وهم اللي فيهم الخلل، يتغيروا يا أخي. مين بقى اللي يغيرهم؟ احنا فين يا أستاذ كامل؟ التغيير يا أبو حجاج مسؤولية كل فئات المجتمع وبالطريق الديمقراطي، مش مسؤولية أبدا جماعة أو تنظيم مهما كانت قوته ومهما كانت عدالة الشعارات اللي بيرفعها من الناحية النظرية. اللي بيحصل ده يا جماعة تجديد لدعوة الإخوان المسلمين للحكم الإسلامي وإقامة الدولة الإسلامية. دولة إسلامية؟ أمال إحنا إيه؟ ما إحنا دولة إسلامية بنص الدستور كمان، وما فيش عندنا قانون واحد بيطلع إلا إذا كان متمشي مع الشريعة الإسلامية. بس يبقى ناقص الحكم الإسلامي من وجهة نظره. أيوه، يعني إيه بقى الحكم الإسلامي؟ إنه يقعد في كرسي الحكم رجل من رجال الدين؟ إحنا ما عندناش في الإسلام رجال دين، عندنا ناس بيتفقهوا في دراسة الدين، ده صحيح. يا ترى واحد من دول ولا أمير من أمراء الجماعات المتطرفة دي؟ ويبقى اسمه الخليفة أمير المؤمنين. بس يا أبو حجاج، ونخش بقى في طريق كله شوك، ويجي بقى حاكم ديكتاتور بصحيح، ديكتاتور دموي، ديكتاتور له رؤية خاصة في القرآن والسنة ويفرضها بالقوة، وأي حد يعرضه يطيره على طول. طبعا بس كانت الجماعات الإسلامية بتسمح لنفسها بأنها تقتل أي حد ما يعجبهاش، يبقى ده اللي هيحصل أكيد. وانتوا عارفين طبعا أن الديكتاتورية والديكتاتورية الدينية بالذات من أخطر أنواع الديكتاتوريات اللي ظهرت في التاريخ. تعرف يا كامل، لو كل واحد عرف دينه على حقيقته زي ما أنزله ربنا، يبقى الدين هيحكم من غير ما يقعد على كرسي. ايوه، بس هم بقى هيموتوا يا يوسف عشان يقعدوا على الكراسي دي. مع ان يا اخي الوعاد في كرسي الحكم ده، المسؤوليه دي مخيفه رهيبه جدا، والشخص اللي يتصدى لحاجه ده زي دي لازم يكون انسان قوي جدا. مش بس كده، ده لازم يكون انسان صاحب رؤيه واسعه قوي تشمل حاجات كتير، منها الدين، السياسه، الحرب، الاقتصاد، الثقافه، و الى اخره. وانا رايي ان احنا كان عندنا في تاريخنا ايام الخلفاء الراشدين الاوائل ناس بالشكل ده، وعلى راسهم عمر بن الخطاب، كان رجل دوله بمعنى الكلمه. وبعدين اي حاكم او امير او خليفه احتمال جدا يكون عادل واحتمال يبقى ظالم. طبعا، والامثله على ده كتير قوي يا عم يوسف. الدوله الاسلاميه ضعفت ليه؟ ما هو بسبب حكامها يا جماعه، بسبب نزوات وشهوات أمراء المؤمنين الواحد بعد التاني. وبعدين زي ما دايما بتقول يا عم يوسف، الإسلام ما انهزمش إلا لما حارب نفسه. والجماعات دي خطورتها، الجماعات المتطرفة دي خطورتها إنها عاوزة تعمل نوعين من الإسلام، إسلام صحيح وإسلام غير صحيح. وده معناه إن الأمة تنقسم إلى طائفتين وتحارب بعضها، ويظهر لك بقى ولد منهم ويقول لك أنا إسلامي صحيح وإنت إسلامك غير صحيح، يعني انت كافر وممكن اقتلك. او يظهر واد بسيط زي الواد مصباح ابن عتريس ويطلع فتاوى، يطلع على كيفه فتاوى، مع انه مش حافظ غير بعض ايات من القرآن الكريم. الدنيا حلوت قدامي احلوت. يا سلام يا سمير بقى الله بطل انت يا ابو سمره، منك من الاستعجال بتاعك ده، الواحد ما يعرفش يودى بنفسه. شكلك سد كلها عايزة افهمك، في واحد مجنون تحت عمال يدور كلاكسات عمال على بطار. ده سمير الدوكش، عقبال امالتك اشترى عربيه، وعربيه ايه؟ خنزيره. مبروك عليه يا ستي، لكن احنا ذنبنا يقلب دماغنا ويقلق الحي كله ليه؟ هو عايزنا ننزل نتفرج عليها ولا ايه الحكايه؟ لا اصلك انت مش عارف السيم اللي بينه وبين مراته، ده بينده على فتحيه عشان تنزل له. تكلمي جد؟ امال بهزر، ده من ساعه ما اشترى العربيه وهو كده على طول بيب بيب بيب، تروح فتحيه نازله ولابسه على سنجة 10. طب انا هنزل لك جرى ايه يا اخي؟ جرى ايه اللي انت بتعمله ده؟ مش معقول ابدا. لا كامل بيه، ايه اللي مزعلك مني؟ عايز اعرف. انا اللي عايز اعرف انت بتعمل ايه. بستعجل الجماعه عشان تنزل من فوق. تقوم تستعجل الجماعه بالطريقه دي؟ تعمل فزع في الحي بحاله
وتصحي النايم وتزعج الصاحي ولا تعمل حساب للمريض ولا التعبان، كل ده عشان تخلي المدام تنزل ان شاء الله عنها ما نزلت. يا اخي بلاش تزعل نفسك يا كامل بيه، ما كل الناس بتعمل كده. يبقى ناس ما عندهمش لا دم ولا احساس. يا اخي انت مش مكفيك الرزع والخبط اللي انت عنده طول النهار في المحل بتاعك، جاي كمان تنادي المدام بتاعتك بالكلاكسات؟ ما كان احسن تستعمل سرينه يا اخي. لا ما ينفعش، شوف لك طريقه تتفاهم بيها مع مراتك. حاضر يا كامل بيه، اشوف طريقه تانية عندها بيها على مراتي، بس انت ما تزعلش نفسك. ازيك يا سعادة البيه؟ اهلا وسهلا. مش حضرتك برضو وجدي بيه سويلم؟ ايوه. فرصة سعيدة جدا، هنعرف سيادتك كويس قوي يا حضرة وكيل النيابة، لكن انت ما تعرفنيش. احب اتعرف بسيادتك. مستعجل ليه؟ لسه بدري على ما نوصل مصر. السلام. الله يسلمك. جيت في ميعادك مظبوط زي زمان، كنت فاكرك هتتاخر زي عوايدك، علشان كده ما حضرتش الاكل. لا معلش انا مش قادر اكل، ماليش نفس، انا داخل استريح شويه. ايه ماله؟ مش عارف، راجع ضارب بوز قد كده. ما قالكيش ليه؟ ما قالش. خش شوف ايه الحكايه. طيب طيب حاضر حاضر، اهدي بس حاضر. ايوه وجدي. ايوه هو. يا اخي امك دي ست عجيبه بشكل، عايزه دايما تشوفك سعيد كده مبتسم. عشان كده انا بقول ايه، قبل ما تخش البيت ابقى شيل من على وشك وقار رجال النيابه، عشان ما تفتكرش انك زعلان ولا حاجه. انا فعلا مهموم جدا يا بابا، اكبر حزن في حياتي يوم استشهاد احمد اخويا والنهارده. الله الله الله، كان امك عندها حق. ايه اللي حصل؟ مش عارف اقول، مش عارف اتكلم. لا ده انا ابوك صديقك اللي يهمه جدا انك تكون في احسن حال. النهارده وانا جاي في الديزل واحد افندي كده محترم جه قعد جنبي، وانا عاده بكون لوحدي، لكن قدر يفتح معايا موضوع للكلام معرفش ازاي. وقعد قال لي مش حضرتك الاستاذ وجدي كامل سويلم وكيل النيابه وحدد نوع القضيه اللي قدامي واللي انا بحقق فيها؟ وقبل ما اساله انت عرفت كل المعلومات دي ازاي؟ كان هو اسرع وقال لي ايه رايك في 10,000 جنيه والقضيه تخلص حفظ ومفيش جعل المحاكم. وبعدين جات لي صدمه، ما عرفتش ارد، قعدت مبلم دقيقه او دقيقتين مش عارف قد ايه بالظبط. وبعدين قلت له لو سمحت قوم من جنبي لحسن اوديك في داهيه. وسبته؟ ما اقدرش اعمل له حاجه، احنا في قطر ماشي ومفيش حد شاهد. يظهر النوعيه دي من الناس بتكون مامنه نفسها كويس قوي علشان ما بقاش ليها اي علاقه بالقضيه، وتلاقيه جاي من اسكندريه ومن اسيوط عشان اي اتهام ليه يبقى ملوش اي اساس من الصحه. أنا اللي سبت مكاني وطلعت في الطرقة بتاعت العربية لغاية ما القطر وصل المحطة. المهم دلوقتي ناوي تعمل إيه؟ أقدم بلاغ لرئيس النيابة وهو ياخد القرار. ما واحد اتصرف بالشكل ده ما يزعلش من نفسه أبداً أبداً. اسمع بقى، اسمع، خلينا في المهم. أمك عاملة حتة طاجن بامية من الحاجات بتاعتها، مش عاوزين نكبسها بقى ونخليها تدخله التلاجه تاني؟ نعم نطلع دلوقتي نحط الليمون وشطه ونخلص عليه، ايه رايك؟ اهلا اهلا يا سمير بيه. اهلا اهلا، اتاخرنا عليك؟ لا ابدا، اتفضل يا مدام. اتفضل. امال الخواجه فين؟ ما جاش ولا ايه؟ لا موجود، على بال ما تشربوا حاجه تكون وصلت. يا مل شوف سمير بيه والمدام يشربوا ايه؟ تحت امرك. عندكم ايه؟ كل حاجه حضرتك. طب شوف لنا حاجة في بل الريق. تحت أمرك. عصير كوكتيل لو سمحت. تحت أمرك فندم. صوبيا من فضلك. تحت أمرك. أه؟ هلو شيف. ما شاء الله وشه سمح. نضيف يشرف. أنت فاتوا على المهية ولا لسه؟ إذا كنت عايزه كل الوقت يبقى 2500 دولار في الشهر. إيه تميل؟ إيه 2500 دولار في الشهر دي؟ أنا معاك إنه كتير كتير، بس الصبر يا فتحية الصبر.
اصل انا مش عايزه غير انه بس يظبط المقادير ويجهز الخامات ودومته. مفيش مانع، يعني نص الوقت. نص الوقت كويس، ما جراش حاجه. يبقى 1500 دولار في الشهر. الله، ما تهزهم شويه، كلمه وهزهم شويه، خليهم 1000 حلو. مش ممكن، مش ممكن يا سمير بيه. موافق. اهلا يا ميسي، مش خساره فيه، الغالي تمنه فيه. طول بيك. ايه اللي انت بتعمله ده يا ابو طمره؟ الله، فين عقلك يا حبيبي؟ 1500 دولار حته واحده عشان حلواني اللي هم يطلعوا كام بالمصر؟ يطلعوا كتير يا فتحي، بس احنا محتاجين له. المحل عندنا مش هيبقى اي كلام. انا عايز اعمل حلويات غربي 100%، عايز اضرب السوق. تضربه ولا ما تضربهوش برضه كتير عليه يا ابو سمره. يا عبيطه، ده هو هيقبض مننا مرتين اتنين، مفيش غيرهم. انا هوقف وراه 3 عيال من عندنا يلقطوا الصنعه ويعرفوا المقادير ويفهموا الحكايه والروايه وهو بيعمل ايه وبيسوي ايه، وبعد كده هو يروح يشوف حاله بقى. بقول لك يا فتحيه، كل حاجه محسوبه في المال. وزي ايوه يا امين، انت عندك جواز سفر مش كده؟ عندي. تاشيره فرنسا سهله ولا صعبه؟ انت بتفكري في ايه بالظبط؟ فوزيه عايزك تسافر وترجع باخوك. اذا رفض يرجع؟ لا مش هيرفض، هيرجع، هو بس مكسوف من نفسه. قولي له احنا محتاجينه، قولي له احنا بنموت يوم بعد يوم من غيره. وري له شعرك اللي شاب، قولي له اول شعره شابت في راسي تاني يوم مسافر. قولي له اختك امينه تاهت في غيابك، خليه يرجع وحيلاقي خدامتين تحت رجلينا، بس يسترنا ويحمينا. ردي مش عاوز يرجع. لا، انت قادره ترجعي يا فوزيه. اخوكي خلاص خد على عيشه الغربه. قولي له مهما كانت العيشه مره في بلدك احلى من عيشه الغربه، وبدل ما انت جرسون في كباري فرنساوي ارجع بلدك برضه فيها كبريات. مساعد موك يا امين. وانا هسافر، واللي يعمله ربنا هو اللي هيكون. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. حرم يا عم مسلم. الاخوه الكرام عباد الله، الاخوه الكرام، من فضلكم من فضلكم، قرر مجلس إدارة هذا المسجد إسهاما منا في التوعية الدينية والتعريف بالإسلام الصحيح والإجابة على أسئلة كل سائل في أمور الدين، قرر المجلس إقامة درس وندوة دينية مرة في الأسبوع مساء كل خميس، وسيتولى أمر هذه الندوة الأستاذ فتح المنياوي، وهو من خيرة الشباب المسلم، بارك الله لنا في علمه وتقواه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. شفت الشيخ لابس بدلة بقى؟ ما حصلتش. حتة طقم تخين يلبسه وزير وهو رايح التشريف. بقولك ايه، ما تقعد معانا هنا شوية. يا ريت، بس انا وعدت فاطمة ان انا اخدها النادي بدل ما هي قاعده محبوسه في البيت كده. خلاص اتكل على الله انت، انا هقعد استنى هنا شويه وبعدين هروح، بدل ما اقعد على القهوه هروح ازور البنت سميحه وجوزها، بقى لي مده ما شفتهمش. سلم لي عليهم. الله يسلمك. السلام عليكم. اشوفك في القهوه ان شاء الله. احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا، واصلي واسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم الدين. عباد الله، قبل أن أبدأ حديثي معكم أيها الأحباب، أرجو منكم أن ترددوا خلفي هذا الدعاء، وأدعو الله أن يجعل خير أعمالنا خواتيمها. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. آمين. وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. آمين. ولا تدع بيننا شقيا ولا محروما. آمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية. آمين. عباد الله، وحدوا الله. لا إله إلا الله. ايوه ضيف مين؟ انا مش مستنية حد. طب اسمه ايه؟ خمس دقايق وهنزل. اهلا 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 يا مشيرة، انا جاي علشان اصلح كل حاجة. تعرفش طريق ازاي؟ متهيألي مش هنعرف نتكلم هنا. هما رح نتكلم فين؟ في شقة جديدة حضرتها عشان الجواز، ولا جنينة اشتريت محصولها؟ لا، ما هي الأحوال اتغيرت. زي ما انت أحوالك اتغيرت، أنا كمان أحوالي اتغيرت. علشان خاطري احنا مش هنعرف نتكلم هنا. خلاص اتفضل نتكلم في أي مكان عام. اتفضل قدام. أنا جاهز للجواز، والليلة لو عاوزه.